صراحة سوق القصرية كان هو أكثر موقع كان مميز ولافت، وكانت كأغلب الزوار يطلعون بانطباع رائع جدا. هم كان السوق قد طبعا السوق قديم جدا وتاريخي، وكان أمامه شارع رئيسي شريان في وسط الهفوف. الأمانة أو القائمين على المهرجان أقفلوا الشارع، وصارت فيه تقام أغلب إبراز الحرف اليدوية والمنتجات الإحسائية والفنون الإحسائية الأصيلة، وبرضو الشاشات اللي أنت ذكرتها من شوي اللي كانت مخصصة لعرض المباريات. طيب على مستوى الاكلات، يعني احنا دائما اذا ذكرنا الحسا نتذكر الخبز الحساوي والمفلق ومجموعه من الاكلات الحساويه الجميله واللذيذه. وش كان اكثر الاكلات اللي الجمهور حابها؟ وانا اتحدث بشكل مباشر عن الناس اللي جايين من برا الحسا. الزوار اللي من خارج الخليج مش بس من حساء، اي اكثر ما كان يعني يلفت انتباههم الرز الحساوي. الرز الحساوي وسلالته اللي ما هي موجوده في العالم الا في الحساء، وطريقه طبخه وكيف انه يعني شيء ما هم متعودين عليه. هم متعودين على الرز اللي العالم اغلب العالم تعرفه، الرز الابيض. طبعا في اكلات الحساء تتميز مش بس كذا، الحساء تتميز باكلات موسميه. يمكن قليل من مدن السعوديه اللي عندها اكلات موسميه. في اكلات ما ناكلها الا في الشتاء مثل المحمر والساقو والمرقوق، لما يصير الجو بارد الناس تحب تاكل هالاكلات. وفي الصيف في لها الاكلات اللي توكل عاد صيف وشتاء. مثل ايش؟ قول لنا، خل كذا يعني نساهم من مع ابرز المهرجان الاكلات في اللي تسويقه. يلا. اي من ابرز الاكلات اللي احنا ما ناكلها الا في الشتاء مثلا، عندك المحمر اللي هو رز بدبس التمر مع يسوى مع السمك. هذا من ابرز، عاده لما يكون الجو بارد عاده يهتمون انهم يتناولون هالوجبه. وفي عندك برضو حتى المرقوق والدجاج المحشي والعصيد، كلها اكلات ما نتناولها غالبا الا بالشتاء. جميل. طيب على مستوى الاستثمار والاقتصاد، كيف رصدتم العوائد الاقتصادية والاستثمارية من المهرجان حتى الآن؟ أنا بقول لك هو أول نسخة وأول مهرجان تم، ولولا أنه نجح ما تم تمديده. النسخة هذه اللي حصر حتى الآن أكثر من 500,000 زائر، وكانت أرقام الحقيقة ما كنا متوقعين نوصلها. هذا له أثر بجذب أكيد ناس مهتمة تجي تزور الحسد، أهل المطاعم أصحاب المطاعم والمقاهي يستفيدون، الحرف اليدوية وإبرازهم كذلك بيستفيدون، أصحاب الفنادق كذلك أكيد راح يكون لهم أثر بإقامة مثل هذه المهرجان في الحسا.